رفديه 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 رفديه. المسيد أو معرض الدخول المدرسي في طبعته الثالثة هو تظاهرة تجارية بالدرجة الأولى من تنظيم الجزائرية للمعارض فرع مجمع صافاكس تحت رعاية وزارة التجارة وترقية الصادرات من 8 سبتمبر إلى غاية 21 سبتمبر من نفس الشهر. هذه الطبعة تضم حوالي 50 عارض من مختلف المؤسسات النشطة في تجهيز اللوازم المدرسية الخاصة بدخول المدرسي لتلاميذنا. احنا كشركة فابسا حاطين في الطبعة الثالثة للمعرض دخول المدرسي المسيد، والهدف تاعنا من هاد كي حطينا وسمو كي حطينا في لافوار هذه باش نساعدوا كل الشعب من فئات وكل الطبقات. الهدف تاعنا لترويج منتوجاتنا، عندنا منتوجات مصنوعة 100% في الجزائر كما سيارات، أقلام صبورة، أقلام تمييز وعدة أدوات أخرى. معكم ولي تلميذ، جينا اليوم في زيارة المعرض مسيد هدايا اللي فيه كل المنتجات اللي تخص الدخول المدرسي ولا تخص التلميذ. المعرض تاع مسيد هدايا ماشي العام الأول، عنده عدة سنوات هو، ورانا نشوف المعرض هدايا راهو كل عام يتطور، سنة بعد سنة يتطور سواء في الأسعار ولا في المنتوجات. لافونتاج اللي عندنا احنا كأولياء ولا اللي عندكم أنتم كأولياء، وبالمناسبة نقدم دعوة لجميع الأولياء يجيوا لهنا المعرض هدايا بيسك فيه لو شوا، فيه الاختيار، وفيه ثاني اسعار تنافسيه، وفيه عروض خاصه راهم يقدموها للاولياء. جيت هذا الوقت باش نقصوا شويه هكا، يعني نشيلهم النص اللي يسحقهم الاساسيين اللي نعرفهم يقراوا بهم يخدموا بهم، ومن بعد كي يزيدوا يعطوا لهم الورقه نزيدوا نكملوا لهم. كاين ادوات واش يسحقوا، انا شيت لهم واش يسحقوا، كيما المدور، كيما الكراريس، كيما المسطارات، بصح كيما ساكو دوات ما البري ماشي كيف كيما برا، شويه رخيص عليه. ساكو دوات شويه رخاص. عجبني الحال ولقيت كلش رخيص، وعجبني المعرض، شريت كراريس، شريت مسطرات ومدور وغيرها، وشريت كلش.